مسيرة حكم رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني الذي نال ثقة مؤخراً تحت قبة البرلمان بدأت بتعقب قضية سرقة القرن ورفع الخطوط الحمراء بشأن الفساد، ما يعني وضع الجميع تحت مجهر الرقابة والمساءلة، ويسبب بدوره أول نقطة خلافية مع الشركاء والداعمين في الكتل السياسية المساهمة في تشكيل الحكومة. جدية السوداني في العمل على تفكيك منظومة الفساد طبقاً لرؤية غالبية المراقبين لقضايا الفساد وهدر المال العام في العراق تعني أنه يملك دعماً وتفويضاً كاملاً من شركائه، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير، أو أنه قرر المواجهة، وهذا الخيار قد يفتح جبهة مؤجلة من قبل الأقطاب الأخرى في سدة الحكم، كما يكسر حاجز الصمت الذي تبناه التيار الصدري من بعد فترات طويلة من المواجهة على مستوى الخطاب والجمهرة الشعبية. الانتظار يبقى سيد الموقف في المشهد السياسي العراقي في حال تكللت خطوات السوداني بنجاحات ملموسة، مما يزيد من دعمه داخلياً وأقليمياً، أو بدأت الخطوات تتعثر بفعل مطبات مصطنعة وأخرى ظرفية، فإن الصامتين المنتظرين والمترقبين اليوم من قوى المعارضة الصدرية أو التشريعية قد يكون لهم رأي آخر.